الغوامض كما قلت تشتري كلها في يعني التركيز العالي من الفيتامين سي، والفيتامين سي يعني أهميته يجب أن يعلمها الناس أنه مضاد للسرطان أولا، وأنه من الأشياء التي تسخن الجسم، وأنه يساعد كذلك على امتصاص الحديد. التفاح يحتوي على أشياء خاصة به يعني التي تميزه عن باقي الفواكه اللي هي حمض الإيلاجيتونيك، ويعني هو كابح لبعض الأشياء داخل الجسم يعني منها يعني تخريب بعض الخلايا أو الخلايا السرطانية. الإيجاز جيد للجهاز الهضمي، لماذا؟ لأنه يمتاز ليس بالبكتينات، ليس بالألياف الغذائية فقط، لكن يمتاز بالماء والأملاح المعدنية. الساسنو من أقوى الفواكه من حيث القوة يعني المضادة للأكسدة، ومن حيث الأشياء التي تساعد على نظام الأنزيمي في الجسم، وكذلك إدابة بعض الزوائد منها حصى المرارة وكذلك حصى الكلية. التوت البري يقترن بالنقرس، وأن الناس يعرفون أن النقرس يقترن بالتين، أن يقولون أن التين هو الذي يزيل النقرس، ولكن التوت البري أقوى من التين. كاكي لا يستهلك مع الرخويات، مع هذه فواكه البحر، ولا يستهلك على معدة فارغة، وهو أخطر إذا استهلك مع الرخويات أو مع يعني فواكه البحر. بابايا يعني تمتاز على كل الفواكه بكونها أنها مصدر أنزيمات، وهي التي تسرع الهضم والامتصاص.